أيها الأحرار العرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج مصر النهاردة. ومصر النهاردة كل حد، كل ما حد في البلد يتشجع ويطلب حقه ويرفض الفشل اللي حواليه، تتمارس عليه نفس الخطة، نفس السيناريو، نفس الفيروس السيساوي، نفس. والخطة بسيطة جدا، أنت تقوم تطلب حقك خلاص، وهم هيقوموا يتم تشويهك وهاتك عرضك. الخطوة الثانية، يطلعوا مواطنين بيتسموا مواطنين شرفاء، يهتفوا للفاسد اللي هاتك عرضك وأكل حقك ويضيع الحق، ونفضل كده في الدوامة دي محلك سر. واللحظة اللي فاتوا في نادي الزمالك، نادي الزمالك في 100 عقبة، دليل عملي إلى كيف تسير أو تعيش الدول المتخلفة. نشوف دلوقتي الأخ أهو، الفيروس السيساوي هو ده، هو ده ابن. يا سلام على اللي نقى الصورة دي، يا سلام يا سلام. اللي ورا مرتضى ونفس الصباع ونفس الأداء، اللي ورا السيسي عصابة من مجرمين العسكر، واللي ورا مرتضى عصابة ممن يسموا بالمواطنين الشرفاء. يا حضرات، مرتضى منصور زي ما أكل حق اللعيبة، مرتضى منصور شخصيا أكل حق موظفين نادي الزمالك. أمو مجموعة من الموظفين دول وقفوا برا النادي طلبوا بحقوقهم بعد شهور ما بيقبضوش، بقالهم شهور مش بيقبضوا، وخلاص فاض بيهم، اتكلموا مرة اتنين تلاتة، بعتوا وسايط، ما نفعش حاجة، فخرجوا برا النادي يقولوا النداء ده. كانت النتيجة يا علي ان مرتضى سمى دول متآمرين، وقف الصورة، سماهم المتآمرين على نادي الزمالك، وبالتالي طالما متآمرين من غير قضاء ولا احنا مش محتاجين احكام، هو الراجل حكم على الموظفين والموظفات دول بانهم متآمرين على نادي الزمالك، والحمد لله ان ما قالش قطر وتركيا ورا المؤامرة. انما الحقيقة مرتضى قال هكشف او يكشف المتآمرين، فسمى من بتحريض من عباس والعتال، خلاص عباس والعتال تعادل قطر وتركيا، نمشيها كده، نمشيها كده، مفيش قطر وتركيا هيجروا ورا الزمالك، فنخليها عباس والعتال. مرتضى منصور الحقيقه وصلت بيه الجراءه الى انه يعلن عن فصل، هيفصل فرمان من مرتضى منصور، فصل موظفي الزمالك المشاركين في الوقفه الاحتجاجيه كده. ما فيش بقى لا مجلس دولة ولا دولة فيها قوانين ولا أي حاجة في الدنيا. ليه مرتضى بيعمل كده؟ لأنه شايف نفسه أنا صانع السعادة لجماهير الزمالك، وحققت 50 بطولة وحبست مجموعة من شباب الزمالك، ده غير أنه متوت أو شارك في قتل 22 واحد من جمهور الزمالك. هو بيقول عن نفسه أنا صانع السعادة. طيب عشان يرد مرتضى منصور على المواطنين دول اللي تسموا متآمرين، فاضطر يعمل حاجة لطيفة جدا، انه يأجر ناس او عايشين في خيره، عمال الزمالك يهتفون لمرتضى منصور عقب فصلهم. طبعا ده صدى البلد، اضطر هو يجيب مجموعة من الناس، انا مش هعلق عليهم، انت شوفهم عشان تعرف ان الاشكال دي هي اللي انت بتشوفها في كل المظاهرات، اشكال الهتيفة. اتفرج على الفيديو ده. على فكرة بالمناسبة الراجل ده أخرس ومع ذلك بيهتف، والله ما بهزر، الراجل ده مش بتريق عليه، الراجل ده لما اتدقى في الفيديو علي أخرس ومع ذلك طالع يهتف بنحبك يا ريس. المجموعة دي الحقيقة مجموعة جميلة جدا، هتفت عشان تقول لأ مرتضى منصور راجل بنحبه. المجموعة دي لا، ده فيهم ستات كمان، في آخر الفيديو هنشوف ثلاث أربع ستات زي مدام افتعال ومدام افتكاس هيجوا يسلموا على، لأن المشهد محتاج لمسة أنثوية. فغير اللمسة دي، شايف الأخ البلطجي ده؟ شايف البلطجية دول؟ دول الحقيقة الهتيفة أهو، هيجي في الآخر خالص الراجل ده يقعد يقول أوه كده أخرس يعني، هيجوا في الآخر الهتيفة هيتضم ثلاث ستات يسلموا على مرتضى منصور. هو ماشي دلوقتي داخل النادي
وهيخش النادي بالهتيفة دول. مرتضى منصور الحقيقة لما شاف ناس وقفت ضده وهتفت بحرقة ضده اضطر يأجر مجموعة من المواطنين الشرفاء عشان يهتفوا لي. نشوف كده الناس اللي هتفت ضد مرتضى منصور وشوف الناس اللي هتفت مع مرتضى منصور. الحكاية دي بتفكرنا بمين بقى؟ بتفكرنا بالظبط بالسيسي. لما هتفوا مجموعة من الناس ضد السيسي حصل كده. اسمع. دي الخطوة الأولى اللي حصلت في المظاهرات اللي هي حصلت زي مظاهرات نادي الزمالك بالظبط. انزل بقى يا عم خلي عندك دم. وزي ما هناك أعضاء نادي الزمالك الموظفين تم تشويههم، نفس القصة هنا حصل تشويه لدول اللي نزلوا في 20 سبتمبر. طلع السيسي يقول أهل الشر حاولوا القضاء على أسس الدولة وربنا سخر أبنائها لحمايتها. ده كلام السيسي، نفس كلام مرتضى منصور. يعني انت مشي بالخطوة، في نادي الزمالك ناس طلعت قالت انزل بقى يا عم خلي عندك دم، طلع مرتضى منصور قال دول متآمرين. في 20 سبتمبر ناس قطعت صور السيسي، طلع السيسي قال دول اهل الشر. مش بس كده، مرتضى منصور هناك فصل الموظفين، هنا السيسي برضو عمل نفس القصة، القبض على المعارضين خلال تظاهرات ضد السيسي. نفس اللي حصل بالظبط. اللي حصل في 4 سنين السيسي طلع زي ما مرتضى منصور طلع قال انا صانع السعاده واللي جبت 50 بطوله مش عارف قد ايه، السيسي طلع قال برضه في نفس القصه دي اللي حصل في مصر ما حصلش من 20 سنه. نفس كلام مرتضى منصور بالظبط بالملي. مرتضى قال انا صانع السعاده، السيسي طلع قال ما تم في 4 سنوات ما يتعملش خلال 20 سنه، ومصر تقدمت 90 مركز في الطرق. لا ده مش بس كده، ده السيسي كمان سابق على مرتضى لانه اتعمل له كتاب للانجازات، كتاب انجازات مرحله السيسي. وطبعا زي ما مرتضى هناك اجر ناس بفلوس عشان تطلع تقول بنحبك يا ريس، نفس القصه عملها السيسي بالظبط لما كان جاي من بره وشحنوا له الناس الساعه 6 الصبح عشان يقولوا له برضه نفس القصه. اسمع. كده هنعمل مشكلة مع الرجالة. وبنشكرك انك موافق تحكم مصر وشايل شيلتنا، كتر خيرك وربنا يحافظ. ازاي بقى، ده انا ليا الشرف والله، بس متشكرين متشكرين. نعم عايز اقول لحضرتك، فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. نفعت الناس وعمرت وحفظت البلاد. الله يسلمك. حفظك الله لنا وحفظ مصر بك. اللهم امين يا رب. يلا علاء بوش جيبوا الام. بوش الشيشه. دينا واحده للولد هيبوس عشان خاطر ابقى. حضرتك لو معاك ورقه وقلم هتمشي بنفس المراحل بالظبط. هنا ناس تطلع، هنا ناس تطلع، هنا ناس تتشوه، هنا ناس تتشوه، هنا ناس يتقبض عليها، هنا ناس تتفصل. هنا يطلعوا مظاهرات مؤيدة لمرتضى، هنا يطلعوا ناس مؤيدة للسيسي. لكن كمان نتفرج على الهتافات، العلاقة ما بين السيسي ومرتضى منصور. اتفرج. نفس القصة بالظبط. طبعا دول تم تشويههم بتوع نادي الزمالك بعد كده وتم فصل بعضهم، دول تم القبض على الناس اللي نزلت. هنا هيطلع مرتضى يجيب المواطنين الشرفاء يهتفوا له، هنا هيطلع السيسي يجيب برضه قسيس والشيخ ما يسمى بالمواطنين الشرفاء يهتفوا له بالظبط. العب كده. نفس كتالوج البلد كلها بقت كده. واذا كان مرتضى في الرياضه والسيسي في السياسه، ففي نموذج تاني الحقيقه في الاقتصاد، وعد حواليك كم واحد زيهم كده. طارق عامر بعد ما نشف البلد وخرب بيت مصر واقتصاد مصر، طارق عامر طلعت ناس تهتف ضد طارق عامر، طلعت ناس تهتف ضده زي ما هنشوف كده. او خبر كان بيقول اهو ان الناس طلعت موظفوا الاهلي يطالبون برحيل
إدارة البنك ومحاكمتها. نظم مئات الموظفين بالبنك الأهلي تظاهرة أمام مقر البنك الرئيسي بكورنيش النيل ده في 2011 احتجاجا على تفاوت المرتبات واستخدام موظفين جدد بمرتبات. وردد المحتجون هتافات ضد طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك. طارق عامر ده بعد شوية الحقيقة يعني طارق عامر الحقيقة عمل بقى ارتفاعات أبص الدولار يتخطى 11 جنيه. ده طارق عامر لا توجد أي نية لتخفيض الجنيه، دي إنجازات طارق عامر. في النهاية طارق عامر أصبح مطمن على الاقتصاد المصري زي ما هو قال كده في أحد تصريحاته، إن أنا مطمن لأن الاقتصاد المصري عبر المرحلة الصعبة. ولما جدد لطارق عامر بقرار من عبد الفتاح السيسي، نفس اللي حصل لمرتضى منصور ونفس اللي حصل للسيسي، هم نفسهم المواطنين الشرفاء لكن المرة دي هم متوظفين في البنك المركزي. نشوف كده المواطنين الشرفاء في البنك المركزي بيستقبلوا طارق عامر ازاي. الخلاصة يا حضرات ان اللي بيهتفوا للسيسي ومرتضى وطارق عامر هم دول اللي بيضيعوا حق الشعب وبيضيعوا حقهم هم كمان بحماية الفساد والفشل والتخلف والهزيمة، وضيعوا حقوق زمايلهم اللي تشجعوا ونطقوا واتكلموا وكشفوا الفاسدين وحرموهم وحرموا ولادهم من مستقبل أحسن. كل ده عملوه لقاء مبلغ هايف بسيط. وزي ما مرتضى والسيسي وطارق عامر موجودين، هتلاقي في كل مؤسسة في كل حي في كل حتة واحد مصاب بفيروس سيسي. فيروس سيسي بيعمل نفس الخطة، وبيكون مجموع المؤسسات ده في الرياضة والاقتصاد والسياسة والدين في مصر كلها المجموع هتلاقيه بيساوي صفر.